السلام عليكم، اسمي بندر إبراهيم من إدارة التعليم الشرقية. شعوري وأنا أمثل وطني بآسف يعني شعور جميل صراحة، يعني ما توقعت بيوم يعني كان بصير كذا، بس الحمد لله الحمد لله. طموحي في المسابقة أن أرفع رأس الوطن ورأس أمي وأبوي وأهلي وكل اللي حولي إن شاء الله، كل اللي ساعدوني. عنوان مشروعي أن Adaptable Cost Effective Compact approach to 3D printing self-repair, where we attempt to have a 3D printer repair itself, specifically its own time and pulley mechanism, through testing the relation between the rotation of the cart and the subsequent movement of the belt. أول شيء الهندسة الإلكترونية هو شيء كنت أحبه من عمر صغير، وثاني شيء الطباعة الثلاث أبعاد. يعني أتذكر أول مرة شفته بيوتيوب ممكن 2013، يعني حبيت شلون قدرت تطبع شيء من ولا شيء، يعني بس كنت أفكر عن كل الأشياء اللي الطباعة الثلاث أبعاد اللي تقدر تسويها والحين قاعدين يسوونها، فحبيت مشروع عشان هذول النقطتين. أول شيء من الدولة نفسها وموهبة، ثاني شيء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية اللي سويت بحثي فيه، وثالث شيء من المدرسة، ورابع شيء وأكثر شيء من أمي وأبوي وأهلي كله الحمد لله. قدرت أوصل هذه المرحلة أول شيء بتوفيق الله عز وجل، وثانيا بدعم كل الجهات الموجودة من الدولة وموهبة وجهة البحث جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدرستي وأمي وأبوي وأهلي كله وكل اللي حولي الحمد لله، وثالثا لمجهودي وتمامي للبحث والمشروع.